واحد بيقول لي ايه رأيك في عبارة وادي البكاء اللي جات في المزمور 84؟ معناها روحي، يعني الناس اللي يوصلوا ربنا بالتوبة بالانسحاق بالندم على الخطايا، ادي وادي البكاء. وزي ما قيل ايضا الذين يزرعون بالدموع يحصدون بالابتهاج، لكنها لا تدل على مكان معين، وحتى ان دلت على مكان ليس فخرا ان يكون وادي بكاء.